احنا حاليا احنا في كارير حاملة في سيدي مومن كارير حاملة بالضبط في بلوك 15، والمشكلة عندنا واحد المشكل ديال الضوء. احنا في سيرتو في رمضان كتحق رمضان كيلحق المغرب كيتقطع لنا الضوء، كنفطروا بالشمع كنعاود نرجعوا لك الفطور ديال العصر الحجري. وكنتمناو من هاد المسؤولين هادو يشوفوا فينا شويه، شوفوا فينا شويه، باسكو كاين الناس دراري صغار، كاين بزاف ديال الدراري انا كنحق الفطور ما كيلقاش حتى فاش يحفظ، كيبغي يحفظ كيلقى الضوء مشى يدير شمعه. حنا 2020 وباقي كنديروا كنضويو بالشمع، وتمناو من الله يشوفوا فينا هاد الناس هاد. جامي يجي فينا شي مسؤول جاي عندنا هنايا ودوا معنا كراجل هنايا وزعما راه انا مسؤول دوا معنا كراجل وعيط على الناس قال لهم شنو خاصكم، عمري ما شفت انايا في هاد الارض. كتمشي عند المقدم والاول كتوموندي على ورقه من حاجه من صالحك انت يا كانسان كمواطن مغربي ما كيتبغيش يتجاوب معك. وما ادراك غادي تضرب مع القيد، القيد قال ما كيشوفك، القيد كيشوف من بعد كيبان لي بنادم واقف باش يطالب على حقه كيقلب الدوره ويمشي. هذا هو مشكل كبير عندنا كنضيعوا فيه في الارض هذه. اختي هاد الكريان هذا راه مهيمش بزاف والله، مالك دابا لك الضوء كيتقطع مع ميقات الفطور. مشكل ديال الضوء اختي البارح تقطع، البارح تقطع وطلعنا الفوق باش نبغاونا بغينا نصوبوه، مشينا عند المقدميه كلمنا واحد جا هنايا عيط على دوك اصحاب ليديك جاو عندهم بقاو كيتسناو، كانوا هما في الرونبور ما عرفتش شنو في السعاده بقاو كيتسناو فيهم، وحق الله العظيم جاو عندهم عاد صوبوا بالزز والله ما نكذب عليك والله، تجمعت الزنقه كامله عاد طلعوا البوست عاد صوبوا، تا خافوا من هذوك الاجتماعات وبنادم اقتداء مجموعين بزاف صافي هما يصوبوه، صوبوا عاد مع دميقات العشاء عاد صوبوا. طلب ديالنا اختي ما يبقاش يتقطع، نطلبوا الله ما يبقاش يتقطع ان شاء الله، والناس المسؤولين هما اللي كنطلبوا منهم باش انه ما يبقاش يتقطع ان شاء الله. والدراري راه عندنا دراري صغار و باقي الترابيه فهمتي، الدراري ملي كطفى عليه الضوء راك عارف انت، الدري ملي كيكون صغير راه كيبقى يشوف هذاك الشيء كيتخايل كيبدا يبكي هاب وحده. نطلب الله يدير الشاول ديال الخير وصافي وحق الله العظيم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.